أنا أظن والله تمر المدينة تمر العجوة تمر العجوة الموجود في المدينة, أي اللي باع الآن في المدينة بكثرة لونه أسود, أنا يظهر لي هذا ليس هو تمر العجوة اللي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ومعليش اسمحوا لي اسمح للإخوة المشاهدين جميعا, هذا التمر طعام للبهائم لا يصلح يأكله الآدمي بصراحة, وكل وأي شخص أود أن يجيب نذوق أي واحد كل تجد طعم مرورة هامج, وإذا قلت للناس قالوا هذا عشان فيه علاج هو لازم يطلع, العلاج ما يكون في الشيء المرور. لكن دكتور أهل المدينة الآن كبار السن يسمونه الآن هو هذا العجوة, لا ما عجوة المدينة, لا لا هذا يسمونه كبار السن والمزارعين في المدينة المتخصصين, وأنا بحثت المسألة ولا قلت هالكلام إلا إن شاء الله بناء على قناعة, هذا يسمونه الوزنة, هذا يباع بالوزن رديء جدا يباع بالوزن لأنه يطعمونه البهائم قديما عندهم. الكيلو يا دكتور الآن ب120 هذا ريال. هم يقومون يغسلونه ويحطون عليه عسل ويحط في علب فاخرة ويقولون هذا هذا يا شيخ تمر العجوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عالية المدينة, العجوة ما ينبت إلا في عالية المدينة في العوالي, اسأل كبار السن من مزارع المدينة قل لهم العجوة يقول لك ما توجد إلا في العوالي في العالية, لأن يعني نادرة الآن, نادرة نادرة, وبعدين لونها عسلي بني فاتح ليست السوداء هذه مع تقدير, وقد تكون ما أقول شيء, لكن الآن مع الأسف الآن حتى ما فيها والله طعم يعني يتاجر بها ولا تؤكل أبدا. وافقك أحد على هالطاقة؟ أي نعم, هو مطروح وطبح في منتدى في المدينة وناقشوا أهل المدينة أدرى بشعاب بتمرها, لا يوافقون على هذا الطاح الآن يقولون ما يباع الآن ما في, يباع في أسواق المدينة وأسواق الرياض وعند محلات التمور أنه مكتوب عليه عجوة كيلو وكذا, هذا ليس عجوة, هذا ليس عجوة, هذا الوزنة, هذا اسمه الحقيقي عند أهل المدينة اللي يعرفون التمر الصحيح من كبار السن, يقول هذا وزنه كنا نبيعه بالوزن يطعم البهائم ما يصلح لأنه ردي جدا, شوف كيف كأنه يابس ما يصلح الأكل. أنت صرحت بهذا الدكتور في يعني بعض الوسائل في ذاعة القرآن, في ذاعة القرآن كم مرة وناقشنا مع بعض الإخوة, وفيه منتدى وقيم في المدينة ناقشوا القضية, وفي ندوة التمور أو النخيل, لأني أجد أن هذا الطرح حقيقة طرح يعني حقيقة في جديد وخطير جدا وقد يزعج بعض التجار وبعض الناس ما يكون يعني في هذا حقه أبلج يا شيخ, لأن حقيقة أن الشيخ يتاجر مع الأسف, وهذا اللي أنا أقوله يعني مثل ما تفضلت الآن أقل شيء ب70 ريال, أقل نوع وأردى نوع 120 فما فوق, بل بالعكس باع 200 إذا وضع في علب فاخرة يتاجرون به ما يؤكل يا شيخ والله ما في أي طعم مع الأسف, بعضهم يأكلونه تدينا أي يقول لك إيه عشانه كذا لأنه نبوي أيوه إيه عشانه علاج عشانه من السنة لازم الشيء يطلع مرة, ما تعبدنا بهذا يعني أبدا, بالعكس يعني الحلال بين والحلال بين واضح. طيب دكتور